وصلت البيت والحين بوريكم الماسك هذا. شوفوا طريقته، هي كنا تربن بالعلبة الواحدة يكون فيه 3 ماسكات. أول واحد color protect and repair mask، هذا اللي بستخدمه يحمي الشعر ولون الشعر ويعطيه repair، إنه يعالج الشعر عشان من أي شيء، إذا شعركم جاف أطراف ناشفة كل هذا يعالج الشعر. هذا عندكم hydrate and shine، يرطب الشعر وبنفس الوقت يعطي لمعة. عندكم الديتوكس اند بالانس، هذا اتوقع الديتوكس مال الشعر اذا مثلا انتم مسافرين من البيئة من الشمس من البرد من الغبار، ينظف الشعر ويخلي بالانس، نفس انه يوزن، انه مثلا البروتينز، انه شلون هو الشاين اللمعة مالته وكل شيء، يعدل كل شيء. هنا كل شيء مكتوب من وراء شنو طريقته. اول شيء تشيلون شعركم، تحطون الماسك، تخلونه. شوفوا مكتوب هني، أول شيء rinse hair، تغسلون شعركم وتنشفونه slightly، أنا مو تنشفونه بالكامل، شوية. وبعدين تستخدمون، تحطون الراب على شعركم بطريقة إنه هو turban، وتسكرون الستيكر ماله، في ستيكر حين بوريكم إياه. وبعدين تخلونه من 15 إلى 25 دقيقة، بعدين تغسلون الشعر وتنشفونه بطريقة طبيعية، وهذا هو الماسك للتريتمنت. هذا تاخذونه معكم بالسفر، تحطونه بالبيت، مسافرين جزيرة، ماي، بحر، الجو ناشف، برد، هذا يفيدكم وين ما كنتوا، خاصة بالبيت. فأنا الحين يا بنات بروح ببلل شعري، لازم يكون في شوي ماي، زين، وبرجع لكم وبوريكم شلون تحطون الماسك. طبعا تقدرون تلقونه عندي بالبوتيك، راح احط لكم الحين الصوره، تقدرون تطلبونه. كل علبتي معاها 3 ماسكات حق كل انواع الشعر يستخدم، وطبيعي كلهم راح تحتاجون لمعه، تحتاجون علاج، تحتاجون بالانسينج وديتوكس حق الشعر. هذا اي بنت تحتاج، سواء تصبغ ما تصبغ. فبروح الحين وبرجع لكم. باي. طبعا خذيت اسرع شاور بالتاريخ. باخذ الحين الـ Color and Repair Mask، ايكم كذي، هذا هو الماسك كامل مغلف، وهذا الستيكر اللي تحطونه. انا سبحت بس بشامبو لان ما كنت ابي احط الماسك وارجع اغسله بالشامبو، ابي يتم بشعري حتى لو شوية. عقب الماسك بخليه نص ساعة وبرجع اغسله. خلنا نشوف. هنا. وطبعا ايش بسوي، باخذ كلبسه. شوفوا الماسك يكون داخل، حلو. فهذه خل اقرا، هذه الكلبسه اتوقع تكون قدام، اذا مو قدام ورا ما تفرق. ايش بسوي، بدخل صباحي فيها. لازم أدخلي آخر شيء عشان الماسك كله. الله شكلي هبل. أيوة واي بارد الماسك. صفت الماسك لأن صراحة أوفر كبير علي. وفي هذا الستيكر شلتها، الحين بقعد 30 دقيقة. باي ذا واي بنات، ترى الماسك عبي داخل وايد، يعني مثلا مو متجعصين فيه صراحة، لأنه قاعد ينزل شوية هنا على رقبتي، بس راح أحط لي فوطة. لو إني حاطة ماسك بحط ماسك حق الوجه بعد. هذا من جي جون، وايد حلوة البراند، الناس منهبلين عليها. هذا اسمه هاني دو بيربل ماسك، حيل حلو، مستخدمته من قبل أول ما نزلوا البراند. بس بفتح لكم هذه العلبة الجديدة وارجع لكم. وبنات بكلمكم عن هذا الماسك، اسمه هاني دو بيربل ماسك. شوفوا نفس ما تشوفون، في منوكا هاني عسل، وفي بلو بيري، في بيتروت شمندر، في شيسو ليف بلام، فيج هو التين. كل هالاشياء انتي اوكسيدنت، يعني تستخدمونها. بما ان اليوم كذي شكلي خلي اكمل عليه بعد، اسوي حق وجهي.
هذا هو الماسك داخل. هذه البراند وايد حلوة. أطلع الماسك، واو شوف عينك. بنت خالتي ناطتني تحت، يعني أتوقع حواجبي فيلم صاروا، يعني أنا صدق بعطي نصايح بس ما له معنى مسخر نفسي بهالطريقة. أيوة يلا يلا بخليه يعني 10 دقايق ربع ساعة ماكسيموم. ما في شيء بس بمسح. أنا أساسا برجع بتسبح بغسل شعري من الماسك اللي حطيته اليوم. تعبئة بتعبئة فيتامينات. حيل حبيته وريحته تحسونه كأنه معقم بس بنفس الوقت شوي في فروتي. تدرون ايش بسوي؟ تدرون بنات لو تحطون هذا الماسك مال تحت العين حسافه خلص، لانه قضينا عليه انا والبنات بلندن. هذين الماسكين بحطهم عندي بالشنطه برجع فيهم الكويت، وبحط بعدين اور اللي صورت لكم اياه وانا بلندن ان شاء الله بحصل منه بالكويت يتسولي. الماسك مال تحت العين من جيجو نفس الماركه، احلى ماركه حق العنايه بالبشره، شيء مو معقول ما شاء الله. اوكي بنات صار لي تقريبا 17 دقيقة حطته، المفروض 15 لـ25 دقيقة، فبشيله الحين. وهذا بقى على دقيقتين نشف شوي. شوفوا كل الماسك وايد حلو الماسك. الحين لازم ارجع اغسله وانشفه. وخلصت تريتمنت الوجه 10 دقايق، تريتمنت الشعر ربع تقريبا 17 دقيقة، وحيل حلو تحسونه معذب.